روسيكادا. هذه المدينة الساحلية الساحرة تخفي بين أحجارها قصصاً لشعوب وأمم قديمة، فعلى مر العصور شهدت حضارات متنوعة تركت بصماتها الواضحة على أرضها. ففي أزقة المدينة العتيقة وعلى ضفاف شواطئها وفي كل جانب من جنباتها تنتشر الآثار التي تشهد على عراقتها. المنطقة عرفت تواجد مبكر للجنس البشري منذ 2 مليون سنة، يعني من خلال الآثار التي تدل على ذلك. ثم بعد ذلك يعني تعاقب على هذه المنطقة العديد من الحضارات، بدءا بالحضارة الفينيقية والتي أصبحت فيما بعد حضارة قرطاجة. بعد القرطاجيين حكم الملوك النوميد فترة من التاريخ المنطقة، ثم بعد يعني الفترة الملوك النوميديين جاءت الفترة الرومانية منذ سنة 45 قبل الميلاد. يعني وخلال هذه الفترة يعني عرفت المنطقة ازدهارا عمرانيا كبيرا. سكيدا أيضا معروف بمواقعها الأثرية التي تمتد جذورها التاريخية إلى ما قبل التاريخ، حيث نجد بعض المواقع الأثرية التي عثر بها على أدوات حجرية، إضافة إلى فترة فجر التاريخ والتي بقيت شواهدها ظاهرة للعيان متمثلة في قبور الدولمن. كانت سكيكدا حسب الآثار الفينيقية المنتشرة على طول الساحل مركزا تجاريا هاما في العصور القديمة. أما الرومان فما يزال عمرانهم شاهدا على مرورهم على أرض روسيكادا، كالمسارح والحمامات التي تمثل دليلا على تطور المدينة في عهد الإمبراطورية الرومانية، بينما تبرز المساجد في شموخها والقصور بجمالها لتعكس هوية المدينة في العهد الإسلامي. أهم صرح في المدينة والذي بني سنة 1756 وهو المسجد سيدي علي الكبير بالقل، الذي شيد على أنقاض معبد الإله نبتون إله البحر. الملك المحلي ماسينيسا الذي حكم المنطقة طيلة فترة حكمه التي دامت 30 سنة، وكان يستخدم من أي كل من روسيكاد وشولو كمنفذين بحريين لتجارته مع الضفاف في جنوب أوروبا. تصنيف وإدراج هذه المعالم الأثرية في الجرد الإضافي هو الوسيلة الأنسب لحماية هذا التراث الثقافي الهام والحفاظ عليه حتى يبقى شاهداً على تاريخ سكيكدا العريق. المسرح الروماني، مسجد سيدي علي الكبير بالقل، البريد المركزي، النزل البلدي، محطة القطار، إضافة إلى المسرح الجهوي للولاية، دون أن ننسى المعلم المهم المتمثل في قصر بنغانا. هذه المعالم المصنفة وطنيا، إضافة إلى عدة معالم أثرية ومواقع أيضا سجلت في قائمة الجرد الإضافي بقرارات ولائية. الحماية يكون فيها الحماية عن طريق تصنيف التراث الثقافي في قائمة المصنفات الوطنية أو العالمية، وكذلك الولائية أو المحلية عن طريق قائمة الجرد الإضافي المحلية. تعتبر سكيكدا متحفا مفتوحا يحكي قصة تفاعل الحضارات وتأثيرها المتبادل، مما يجعلها وجهة سياحية جاذبة لكل من يهتم بتاريخ الحضارات القديمة.